سبور اكسبريس. مرحبا بكم في سبور اكسبريس، باش نحكيو على الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية وقرار هيئة الحكماء بخصوص الهيئة التسييرية الحالية في النادي الافريقي. لكن قبل البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وبعد ساعتين تقريبا من توا يوصل الوفد لجوهانسبورغ في جنوب افريقيا بعد اسكال كانت في نجامينا في تشاد. نذكر انه المنتخب يلعب نهار لحد الخمسة متاع العشية ضد ناميبيا في جوهانسبورغ لحساب الجولة الرابعة من تصفيات المونديال. في نفس مجموعة منتخبنا اليوم ملاوي ربحت ساو تومي 3-1، دونك الترتيب بعد 3 جولات: تونس في الصدارة 9 نقاط، ناميبيا في المركز الثاني 7 نقاط، ملاوي في المركز الثالث 6 نقاط، ليبيريا في المرتبة الرابعة 4 نقاط، والمرتبة الخامسة في غينيا الاستوائية وساو تومي ب0 نقاط. تبقيت المباراة اليوم في تصفية المونديال الخاصة بالقارة الإفريقية، 8 متاع الليل الجزائر ضد غينيا، مصر ضد بوركينا فاسو، مالي ضد غانا، والسنغال ضد الكونغو الديمقراطية. هيئة الحكماء في النادي الإفريقي وهيئة الرؤساء القدامى اجتمعت اليوم وقررت التمديد في كامل صلاحيات الهيئة التسييرية الحالية بتركيبتها الحالية إلى غاية موعد الجلسة العامة الانتخابية. بالنسبة لموعد الجلسة العامة الانتخابية وكذلك موعد الجلسة العامة العادية باش يكون نهار 4 جويلية، وباب الترشحات للانتخابات يتحل غدوة 7 جوان ويتسكر نهار 1 جويلية مع ماضي ساعتين. برنامج مباريات الجولة الرابعة بالمرحلة التتويج في البلاي اوف بطبيعة النهار الخميس 13 جوان 5:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس، مباراة حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي الاتحاد الرياضي المنسيري، مقابلة تلعب دون حضور الجمهور. مع 4:30 في النايفر في باردو ديربي يجمع الملعب التونسي بالنادي الافريقي، ونهار الجمعة 14 جوان آخر مقابلة من الجولة في الأولمبي سوسة نجم الساحلي نادي صفاقسي، مقابلة تلعب دون حضور الجمهور. بالنسبة لتعيينات مباراة الجولة السابعة إياب مرحلة البلاي أوت نهار الجمعة 14 جوان في سليمان، مباراة حسم شكون الفريق اللي باش ينزل رفقة مستقبل المرسى للرابطة المحترفة الثانية. 4:30 مستقبل سليمان ونجم المتلوي، في 15 أكتوبر بنزرة نادي البنزرتي اتحاد تطاوين، في قفصة قاو في القفصة الأولمبي البيجي، وفي بنجردان اتحاد بنجردان مستقبل المرسى. نختم بخبر مؤسف، هو وفاة اللاعب الدولي السابق واللاعب السابق للنادي الافريقي نبيل البوهالي اليوم. تعازينا الحارة لكافة العائلة متاعه، الله يرحمه وربي يصبر كافة العائلة متاعه. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات.